الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع تلفزيون الحياه. طبعا انتوا عارفين دوشه والمشاغل اللي احنا فيها، وكمان الوقت العصيب دوت، وكمان احنا عجزنا، يعني الواحد خلاص بقى عنده زهايمر، نسونا ان احنا نبارك لاخونا الصغير او ابننا الصغير او حبيبنا علاء شربيني طبعا على زواجه. احنا كان قريب قوي واحنا حضرناه وكان فرح رائع جدا. وطبعا عايز ابارك لاخويا وحبيبي وصديقنا الكبير، شيفنا الكبير قوي واستاذنا كلنا، شيف شربيني على الفرح. انا كنت ناسي خالص، لكن افتكرت النهارده قلت لازم اقل واجب تجاه الناس دي، لان الناس دي غير انهم مهنيين محترفين، هما اصدقاء واخوات وتربينا سوا وكلنا عيش مع بعض ملح، ولازم نذكرهم بكل خير ولازم كمان نشكرهم ونبارك لهم على الهوى. فتحياتي العلاء، يا رب يكون شهر عسل سعيد لو سمعني. انا عارف ان هو مش موجود في مصر كلها، يرجع بالسلامه ان شاء الله. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه النهارده. والنهارده عندنا اكل مختلف شويه، هنعمل شوربه سمك. سمك بس، يعني ايه؟ في 10 15 20 30 نوع من انواع شرب السمك. في شوربه القواقع اللي اسمها اسكارجون بالفرنساوي، في شوربه للاسماك اللي هي اسمها السي فود، في شوربه اسمها الماسيز، في شوربه اسمها الفيوفيس، في انواع كتير جدا من انواع السمك، لكن النهارده هتكون شوربه سمك بس. تعالوا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي كيلو من السمك الفيليه متقطع مكعبات، كيلو من سمك الفيليه متقطع مكعبات، وعندنا عودين ثلاثه من الكرات متقطعين قطع صغيره، وكمان عودين من الكرفس متقطعين قطع صغيره، واربع فصوص ثوم، ومعلقه زعتر، معلقه زعتر يا احمد ناقصه، وكمان ثمرتين من الطماطم المبشورين او ثلاثه، الثلاث ثمرات من الطماطم المبشورين، وعندنا كمان بشر برتقانة ورشه بودره زعفران، واربع كوبايات من مرق السمك هقول لكم نعمله ازاي، وكمان ممكن نقدمه بقى مع خبز محمص مع توست مع صوص اسمه غوي، هقول لكم برده بيتعمل ازاي. الحاجات دي كلها هنقولها واحنا شغالين. اول حاجه كيلو من السمك الفيليه اهو، عندنا كمان زي ما قلنا الكرات بتاعنا مفروم، والكرفس والبصل، وهنا ثمرتين كبار من البطاطس متقطعين مكعبات، وثلاث ثمرات من الطماطم مبشورين، اربع فصوص ثوم، رشه بودره زعفران، وهنا برتقانايا، برافو عليك يا وسام، برتقانايا مبشوره، وكمان هنا معلقه زعتر مفرومه، واربع كوبايات من مرق السمك. مرق السمك ده عملناه ازاي؟ انا جبت حوالي عضميه سمكايه قطعتها، خدت الراس بتاعتها، شلت الخياشيم، خدت العظم حطيته مع بصل وجزر وكرفس وورق لورو وكمان كرات، وقطعته وحطيت عليه الميه، وكان عندي شويه من روس الجمبري حطيتها معاه. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. هناخد شويه زيت بسيط في الكزرونه او في الحله بتاعتنا، وننزل بالحاجات بتاعتنا. طبعا البطاطس دي لازم نصفاها من الميه، طبعا لو سبناها هتسود فلازم نحطها في ميه بدايه، فنصفاها من الميه الاول. وبعد كده هناخد البصل. في اوروبا او في الغرب عاده عندهم ثلاث حاجات اساسيين اللي هم البصل والجزر والكرفس، لكن احنا هنا حطينا بصل وادي كرات وكمان كرفس. الثلاث حاجات دول لوحدهم هيدوا نكهه جميله جدا جوه الشوربه بتاعتنا اهو. هنقلب كده. يا سندس، السلام عليكم. الو الو، اي يا شيف، يا سندس ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اخبارك؟ اتفضلي. بس كنت عايز اسال حضرتك على المكرونه بالبشاميل، اعملها ازاي؟ طيب، والبشاميل اعمله ازاي على ايديا؟ حلو قوي، ممكن تنتظريني لغايه بكره هعمل لك مكرونه بالبشاميل، لان جالنا عليها طلبات كتير جدا، ولذلك هعملها بكره. ممكن يا سندس تتفرجي عليا بكره؟ حاضر. عشان هعمل لك البشاميل قدامك على الطبيعه، وهنعمل المكرونه بالبشاميل زي الكتاب ما بيقول، اسمها الباستاشيو، ودي اكله في الاساس يوناني، هنعملها زي ما بيعملوها في اليونان بالظبط. فانت ان شاء الله اتفرجي علينا يا سندس بكره وانا هعملها لك ان شاء الله، لان احنا جالنا في الفتره الاخيره اتصالات كتير قوي على المكرونه البشاميل، فقررت ان انا اعملها بكره. بشكرك يا سندس على اتصالك. شايفين البصل والكرفس والكرات كلهم هم بداوا يتبلوا معانا. هناخد الثوم،
وكمان البطاطس المتقطعة المكعبات ونقلب بطاطس نية. هي هتستوي في الشوربة بتاعتنا لان احنا لسه عندنا مرحلتين كمان. المرحلة الاولانية ان احنا هنخلي الحاجات دي كلها تدبل معايا شوية، هنحط كمان نقطتين زيت، وبعد كده بعد ما تدبل معايا الحاجات هضيف لها السمك في اخر مرحلة. يبقى احنا ماشيين مع بعض كده زي ما انتم شايفين، حطينا معلقة زيت واحدة، حطينا بصلاية مفرومة، عودين كرات وعودين كرفس، عودين اللي هو العظم اللي هو العرق بتاع الكرفس. لكن لو ما فيش عندنا، اصل كمان في ناس بتحب تلتزم حرفيا باللي بنقوله، لو ما فيش عندي كرات اللي هو الافرنجي ابو راس بيضه ده، ممكن نستعمل الكرات الاخضر المصري بتاعنا ده العادي. لو ما فيش عندنا الكرفس اللي هو العروق، ممكن نستعمل الكرفس اللي هو الاخضر ابو ورق اخضر. مفيش مشكله وما نوقفش الدنيا ونقول ده هو حاطط حاجات فاتحه وكده، لا لازم يعني نشتغل بالحاجات الموجوده عندنا. مين معانا يا استاذ ابراهيم؟ يا استاذ يسري اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف يسري؟ ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. معلش يا ولاد يا شيف يسري، انا ما صدقت اللي شفت قدامك بودره الزعفران، وكنت عاوز اسال بتيجي منين، لان انا بدور عليها في مصر كلها ما بلاقيهاش بصراحه. طب اديني عنوانك وانا ابعت لك اللي انت عايزه يا استاذ ابراهيم. يا باشا ربنا يخلي حضرتك. لا عينيا تحت امرك. بص يا حبيبي، هي دايما بتبقى موجوده عند العطارين اللي هم مش عطارين، يعني واحد عامل عربيه كده وحاطط عليها شويه حاجات يبقى عطارين، لا العطارين اللي هم الموثوق بيهم. هتلاقي عندهم بودره الزعفران، هتلاقي عندهم الزعفران الاصلي اللي هو الشعر، فده موجود. لو انت بتنزل مثلا المسكي او الحسين هتلاقي فيه عطارين مشهورين جدا، يعني ممكن نقول اساميهم كمان، دول زي رجب العطار وخضر العطار، وكل دول موجودين عندهم الحاجات دي وحلوه جدا، مفيش مشكله. يا مدام رباب، السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل حضرتك اصلنا وحياتك طيبه. حضرتك طيبه وكلكم طيبين يا رب. الله يخليك. كنت عايزه لو سمحت الكيكه بتاعت امبارح بتاعت الشوكولاته، لان ضاعت من على التليفون عندي. حاضر من عينيا. كنت عايزه كمان عمايل روس الصبيط الكبيره، يعني الروس اللي هي بتاعت الصبيط اللي بتتعمل ازاي؟ انا فاهم حضرتك. حاضر. بتعمل في طاجن او على الرز او بتتعمل من ازاي؟ حاضر. ومرسي لذوقك جدا. تحت امرك، بشكرك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمكم يا رب، وبشكركم على ذوقكم، وبشكر استاذ ابراهيم ما لحقتش اشكره كده، بشكرك كمان. الخضار بتاعي اللي انا حطيته البصل والكرفس والكرات، وكمان البطاطس، هنضيف الزعتر، وهنضيف بشر البرتقال، وهنضيف الطماطم المبشوره، ونقلب اهو. بعد ما حطينا كده الحاجات دي كلها، هندي بقى شويه من الملح وشويه من الفلفل، وبعدين هناخد المرق بتاعنا، مرق السمك، حوالي لتر مرق سمك او 4 كوبايات من مرق السمك، وهنسيب كل الخليط ده يغلي مع بعضه مع رشه بودره الزعفران. رشه بودره الزعفران اهي دي هتدي اللون، وهتبقى كمان وبتدي طعم طبعا. والزعفران الاصلي طبعا ده حاجه، الزعفران الاصلي ده عشان غالي جدا فهو مفيد جدا ورائع جدا. طبعا هنسيب دي تتغطى، مش هنضيف السمك خالص دلوقتي غير بعد ما تبدا الخضروات بتاعتي كلها تستوي، اللي هي البطاطس، كمان ممكن الكرفس والكرات والحاجات دي كلها تستوي هنا. وفي الاخر خالص اول ما هتبدا تغلي معايا ويبدا الخضروات دي تستوي، احط السمك بتاعنا ونخليه يستوي معاه واحنا مع بعض دلوقتي. عندنا مقادير الكيك بتاع امبارح اهوت، عشان خاطر طبعا ما لحقتوش تكتبوه. هو عباره عن 4 بيضات حاطين عليهم 3/4 كوبايه سكر باودر، يعني حوالي 150 جرام، وحطينا رشه فانيليا عليه، عمل فوليوم معايا، نزلت عليه بمعلقه كاكاو مع 3/4 كوبايه من الدقيق. اداني سبونش شوكولاته، دخلته في الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه. بعد ما طلع كان عندي 3/4 كوبايه شوكولاته سايحه بارده، 3/4 كوبايه شوكولاته سايحه بارده، وحوالي 1/2 كوبايه من عصير البرتقال وبشر برتقانيه،
وكمان معلقه جيلاتين. دوبت الجيلاتين مع البرتقال عصير البرتقال ونزلته على كوبايه ونص من الكريمه اللبان المخفوقه، ونزلت عليه 3 ارباع كوبايه الشوكولاته السايحه، وعملت الحشو. والحشو كان تخين بنفس حجم اصلا، بعد ما استوت عند الكيكايه قطعتها نصين حطيت فيها الحشو بقى بنفس حجم الديسك بتاع السبونج. بعد كده غطيته بالكريمه واديته شويه من بشر الشوكولاته، واديته كمان شرايح من البرتقال المكرمل. بعد الفاصل هنجاوب على بقيه الاسئله ونقول راس الصبيط بنعملها ازاي، واول ما هتغلي معايا الشوربه بتاعتي هحط فيها السمك ونقدمها لكم بالهنا والشفا. اما نرجع هنعمل فرخه مشويه بطريقه مختلفه، خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا ما رضيتش احط السمك غير كده لما تشوفوا الشوربه وهي بتغلي قدامنا اهي، وبدات الحاجات بتاعتي تستوي جواها اهو، وهنحط عليها بقى قطع السمك المتقطعه مكعبات مره واحده، ونسيبها بقى لغايه ما تستوي معانا ونقدمها بالهنا والشفا. ده طبعا شوربه سمك اهو، شوربه سمك زي ما بيقول الكتاب. تعالوا مع بعض نشوف الوصفه الثانيه او الاكله الثانيه معانا. بس عايز اقول لكم حاجه، طبعا انا بقول لكم بتكلم دايما على الحب وحبوا بعض وكده. امبارح حد صديقنا عنده مكتبه قريبه مننا اسمها مكتبه الشروق، وانا معدي لقيته بيديني حاجات كده، يعني دي محبه سبحان الله، يعني بشكره طبعا على الهوا. تعالوا مع بعض نشوف الدجاج المشوي بالصويا. الدجاج المشوي بالصويا، انا عندي دجاجه مشويه فرخه مخليه، اي نوع فراخ مفيش مشكله، هناخدها نغسلها كويس قوي بالدقيق والخل والملح. بعد ما نغسلها بالميه ونصفيها ونخليها، هقول لكم بنخليها ازاي عشان بس وقتنا دايما ما بيكفيناش، فهبقى اخليها لكم مره ان شاء الله. عندي كمان نص كوبايه من الصويا صوص، نص كوبايه من الصويا صوص، وعندي 3 معالق خل، وكمان عندنا معلقتين من الزعتر، معلقتين من الزعتر، ومعلقتين من الجنزبيل الاخضر المفروم، وخمس فصوص ثوم، ومعلقه سكر، وثلاث معالق زيت، ومعلقه بهارات سمك، ومعلقتين من عصير الليمون. وده هنقدمها مع بطاطس مشويه. هقول تاني المقادير عشان تعرفوا كل التفاصيل. اول حاجه عندنا فرخه اهي، هوريكم ازاي خليناها. عندي نص كوبايه من الصويا صوص، عندي 3 معالق خل، عندنا كمان معلقه من بهارات السمك، معلقه سكر، معلقه زعتر، ومعلقه روزماري، 2 معلقه روزماري، وخمس سوري بهارات فراخ، اسف عشان احنا بنعمل سمك فانا قلت بهارات سمك، برافو عليك يا وسام. وخمس فصوص ثوم مفرومين، ومعلقتين من الجنزبيل الاخضر المفروم، وعصير الليمون، وكمان عندنا معلقتين من عصير الليمون. هنجيب الخلاط بتاعنا، هات الغطا يا احمد، وهنحط كل المقادير مع بعضها. هنا الجنزبيل الاخضر، خمس فصوص ثوم، والروزماري، والزعتر، وكمان الليمون، وكمان الخل، والصويا صوص. اصل رشدي داخل على جواز وكده فبيتعلم يعني. مبروك لرشدي طبعا، كاتب كتابه احنا نسينا برضو نبارك له، الف مبروك يا رشدي على الهوا، الله يكرمك يا رب وتمم بخير. محمد رشدي طبعا. ناخد شويه ملح وشويه فلفل، حطينا كل المقادير، هقول لكم المقادير واذكركم بيها تاني. نص كوبايه من الصويا صوص، عندنا كمان معلقه زعتر، عندنا معلقه من البهارات الفراخ، وعندي كمان شويه ملح وفلفل، وحطينا 3 معالق خل، ومعلقتين من عصير الليمون، وشويه من الزيت اهو، 3 معالق من الزيت، ومعلقتين من الجنزبيل الاخضر، وخمس فصوص ثوم مفرومين. وهناخد كل ده نضربه في الخلاط كده عشان يديني المارينيتد او صوص التتبيل. يا محمد، الو يا محمد، الو، ايوه يا محمد، ازيك؟ الله يسلم. اتفضل يا حبيبي، اتفضل، انا سامعك. الو، ايوه يا حبيبي سامعك، اتفضل. انا كنت عايز اسال عن الفراخ المقرمشه. حاضر من عينيا. حاجة تانية؟ لا شكرا. بشكرك يا حبيبي، حاضر هجاوبك على الفراخ المقرمشة. تعالوا مع بعض نشوف، هات لي كده صاج يا أحمد، برافو عليك. وهات لنا بولة كبيرة.
تعالوا بقى هات لي الجوانت كمان من فضلك يا احمد. جوانت هنا الفرخه، بس لازم اوريكم بنعملها ازاي، وهعملها لكم ان شاء الله قريب على الهواء. شايفين الخليط اهو كله تجانس مع بعضه، هنطفي كده. وتعالوا بقى ركزوا معايا كده في الفرخه دي بعد ما عملنا صوص التتبيل اهو. الفرخه لما نيجي نقفلها كده اهي بتبقى بالشكل ده صح اهي. فانا عشان اخليها بقعدها على رجليها كده، بقعدها على رجليها وبفتح من الظهر بالسكينه من الناحيه دي، وبفتح من الظهر بالسكينه من الناحيه دي، فبتطلع لي الهيكل العظمي كله. باخده اغليه مع بصل وجزر وكرفس ورق لورو وحبهان شويه مستكه، يبقى عندي مرق جاهز اشيله واستعمله في اي وقت. بعد كده بشيل كل العظم اللي فيها، بس انا سايب هنا حته اسمها البونس هنا في الحته دي، وحته هنا عشان تحسسني بالطعم وانا باكل. بعد كده هناخد الخليط ده كده، وناخد الفرخه بتاعتنا سليمه زي ما هي كده، ونحطها ونحط عليها صوص التتبيل ده كده اهو، ونقلبها ونغطيها ببلاستيك وندخلها التلاجة نص ساعة. هقول تاني، بعد ما عملنا الماريناتد ده هناخدها نحطها زي ما قلنا في صوص التتبيل ده حوالي اهو نص ساعة جوه التلاجة، ونغطيها ببلاستيك. عملية الغطا اللي احنا بنحطها دي ليه؟ علشان ما تخليش اي نوع من النكهات العطرية اللي موجودة عندنا تطلع بره البولة بتاعتنا. بعد كده بنرفعها وناخدها كده ونروح على صاج بتاع الفرن ونحطها، وندي شويه من صوص التتبيل كده على الوش، وندخلها تحت الشوايه لغايه ما تستوي معانا. يبقى احنا ماشيين مع بعض اهو. الصوص ده بقى هناخده كل شويه نغليه غلوه زي ما بنقول، وناخده نجيب فرشه وكل شويه نسقسق فوق الفرخه بتاعتنا بعد ما تخش معانا الفرن. هنشيلها ندخلها تحت الشواية ونسيبها لما تستوي براحتها، إن شاء الله تاخد وقتها. ونشغل بس الشواية كده، وتعالوا بقى نغرف الشوربة مع بعض. هنجيب طبق الغرف أهو، وناخد البولة ونغرف الشوربة بتاعتنا بعد ما استوت، وهوريكم إن هي استوت ولا لأ. هنمسك اي قطعه سمك ندوس عليها كده اللي قامت مستويه، او الخضار بتاعنا، يبقى كده عند الشوربه جاهزه بالهنا والشفا اهو. شايفين بقى البهاريز والحاجات دي؟ طبعا دي بتعجبك قوي يا اسامه، بالهنا والشفا. بعت لك بوله. حاضر حاضر، هات ليمونه يا احمد من فضلك قطعها نصين. حاضر، انا بس مره كده عايز اجيب القرفيس اللي في ودني ده احطه على السماعه عشان يسمعوا انتوا بتقولوا ايه. يا استاذ عز الدين. الو. أيوة. الو. ايوه شيف يوسف. ايوه حبيبي اتفضل. ازاي حضرتك؟ انا بخير والله طول ما انت بخير. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب. كنت عايز اسال حضرتك على طريقه الستيك. قال ايه يا حبيبي؟ كنت عايز اسال حضرتك على طريقه الستيك. الستيك ولا البوفتيك؟ لا ستيك. الستيك عينيا. حاضر. بس هو انا مش بسال على طعم، يعني هو انا عايز بس اعرف، لان انا كل مره بجيب اللحمه بتطلع هي نفس اللحمه اصلا غلط، والتوابل ما اعرفش تبلها ازاي. طب هسالك سؤال بس لحظه. الله يخليك يا حبيبي، خليك معايا. هو انت بتجيب منين اللحمه؟ من جزار تعرفه؟ هو انا بجيب اللحمه، هي المفروض انا كنت جبت كذا مره الفيليه. ايوه الفيليه، برافو عليك. طيب أيوة. ازاي بقى بتطلع مش كويسه؟ ايوه انا عايز اعرف، عايزه اتبلها ازاي اتبلها يا حبيبي. ما هي طب انت عايزها بصوص معين؟ انا اعرف يعني، بس انا عايزه بالفريش مشروم. بالمشروم عينيا. حاضر يا حبيبي، هقول لك دلوقتي، بس توعدني تقوم تجربها بقى وتقول لي الطريقه صح ولا غلط. اوكي، بشكرك على اتصالك وهجاوبك يا حبيبي. ده انت على فكره من اسلوبه فهو باين عليه غاوي مطبخ، اتمنى ان هو يكمل لان ده مستقبله جاي، يعني ان شاء الله ممكن يبقى واقف مكاننا هنا في المستقبل، يعني شكله كده غاوي. بشكره طبعا على اتصاله وعلى كلامه، لانه شكله فاهم، شكله فاهم. كان في هنا حته زعتر اهي هناخدها. يا مدام هدى. ايوه
ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا شيف يسري، يا اشيك شيف في مصر كلها. الله يخليكي ليا، ربنا يكرمك. اهلا بيك، انا سعيده اولا اني بسمع صوتك وبكلمك. ده انا الاسعد، ربنا يخليكي ليا. لو سمحت ممكن حضرتك تعيد لي شوربه السمك ازاي لاني ما لحقتهاش؟ من عينيا. حاضر، حاجه ثانيه لو سمحت وتحط لي مقاديرها بليز. حاضر، من عينيا. حاجه ثانيه يا فندم، كتير قوي. لو سمحت كمان الفرخه اللي حضرتك حطيتها، يا ترى الفرن كمان ابقى فاتحاه ولا بس الشوايه؟ لا، الفرن يكون سخن اصلا اوريدي وبعد كده نشغل شوايه بس. خلاص، ميرسي قوي قوي. بشكر حضرتك على اتصالك وعلى كلامك الجميل واطراءاتكم، والله الواحد مش عارف يقول ايه. والمقادير اهي بتاعه شوربه السمك. شايفين اسامه متجاوب معانا ازاي، راجل جميل يعني. شوربه السمك هي عباره عن كيلو من السمك القطع الفيليه، عندنا بصلايه مفرومه وعودين كرات مفرومين وعودين من الكرفس مفرومين واربع فصوص ثوم، وكمان عندنا معلقه من الزعتر وبطاطسيتين متقطعين مكعبات صغيرين محطوطين في ميه طبعا عشان ما تسودش، وبشر برتقانه وثلاث طماطميات مبشورين، وكمان رشه من بودره الزعفران يعني حوالي نص معلقه صغيره. بناخد كل الخضروات، وطبعا اربع كوبايات من مرق السمك، اربع كوبايات من مرق السمك. بناخد كل الخضروات نشوحها في معلقه زيت عادي او زيت زيتون، وبعد ما تستوي معانا بننزل عليها بالمرق، واول ما يغلي والخضار تستوي شويه بحط عليه السمك المكعبات وقدمناها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده. ده كان المرق شوربه السمك. يا استاذه لارا. الو، اهلا بيكي. الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي سمك. طب لو سمحت كنت عايز اعرف مقادير اللي هي كيكه بالشوكولاته. كيك الشوكولاته اللي عملناها امبارح؟ لا، هو حضرتك جبت المقادير بتاعتها النهارده بس انا ما لحقتش اكتبها. انا يا حاضر هنزلها لك تاني يا حبيبتي. حاضر، حاجه تاني؟ لا شكرا. بشكرك على اتصالك، وهنزل لك كيك الشوكولاته اللي احنا عملناه امبارح. هو عباره عن اربع بيضات بنحطهم في المكنه مع المضرب وننزل عليهم بثلاث ارباع كوبايه سكر لغايه ما يعملوا فوليوم، وبعد كده بحط عليهم رشه فانيليا، واول ما بيطلعوا ثلاث اضعاف باخدهم اقلب عليهم ثلاث ارباع كوبايه من الكاكاو، ثلاث ارباع كوبايه من الدقيق مع معلقه كاكاو ونص معلقه بيكنج باودر. اكتبها يا اسامه الله يخليك لانها مش مكتوبه. نص معلقه بيكنج باودر على مع بعد الكاكاو على طول، وبعد كده بنحط الدقيق من فوق لتحت ونحطهم في فرن، في فورمه. الفورمه دي بندخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه، لما تطلع اسيبها تبرد خالص، وبعد كده بقسمها نصين، بحط لها الحشو اللي هو عباره عن كوبايه ونص من الكريمه اللباني المخفوقه، معاها معلقه جيلاتين متدوبه في نص كوبايه عصير برتقان، وكمان بشر برتقانه وثلاث ارباع كوبايه من الشوكولاته السايحه البارده، واقلب كل ده مع بعض واحشي بيه، وبعد كده بجملها بالكريمه مع بشر الكاكاو الشوكولاته مع كمان شرايح من البرتقال المكرمل. مين معانا يا مدام فريده؟ مساء الخير يا فندم. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك يا شيخ. اتفضلي. ازي صحتك؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايزه اعرف طريقه عمل اللازانيا. لازانيا، حاضر. حاجه تانية؟ لا ميرسي قوي، بشكرك على اتصالك، وهقول لك ان شاء الله على اللازانيا ان شاء الله. تعالوا بقى مع بعض ناخد بس اجاوب على سؤال الله يخليك يا اسامه عشان ما انساش. البطاطس معموله، ما هي تاخد وقت. هقول لك، كويس ان انت فكرتني. تعالى معايا كده، خش معايا. هي دي بطاطس بقشرها، تسمى في بلاد بره البوم، او في فرنسا بالذات البوم دي شامب. البوم دي شامب يعني بغلاف الارض، بطاطس بغلاف الأرض. أكتر حاجة في أكل البطاطس صحية الطريقة دي. هقول لكم تاني، أكتر حاجة صحية في أكل البطاطس، سيبكم بقى من المحمر والفرايد وكده كده كده، أكتر حاجة صحية دي بالقشرة بتاعتها. بناخدها نقطعها البطاطساية ست قطع ونحط عليها معلقة زعتر ومعلقة من معلقتين من زيت الزيتون وكمان شوية ملح وشوية فلفل، وندخلها الفرن تستوي معانا بالشكل ده اللي هنقدمها مع الفرخة. هنشوف الفرخة بالمناسبة أخبارها إيه، وبعد كده هنستأذنكم في الفاصل. أهو الفراخ معانا أهي، شايفين بدأت تلون أهي، شايفينها؟ هننزلها تحت شوية بقى. شامم؟ طب برافو. الله يكرمك يا أسامة. هناخد كده بقى الفراخ
نسيبها تكمل تسويتها، وهناخد الصوص ده عشان زي ما قلت نغليه غلوتين على النار، وبعد كده نسقسقه فوق الفراخ كده ونقلبها شويه بشويه لغايه ما تستوي. بعد الفصل هنشوف الفراخ وهنعمل مع بعض حلو سهل قوي وسريع جدا، هو موز مكرمل. خليكم معانا لبعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد ما عملنا مع بعض شوربة السمك، شوربة سمك بس مع خضروات، وكمان عملنا الفرخة المشوية بالصويا، وشايفين الصوص اهو بعد ما غليته شوية على النار بدأ اللون بتاعه يعمل ازاي. ده اللي هو كان صوص المارينيتد بتاع الفرخة اهو، هناخده شايفينه اهو اهو، هناخده كده وناخد الفرشة وندهن على وش الفرخة وندخلها تاني شوية لغاية ما تستوي معانا، وهوريكم شكلها. ما تتخضوش من اللون بتاعها، بتبقى كل ده من الصويا، من لون الصويا. تعالوا مع بعض بقى نشوف الحلو بتاعنا. الحلو سهل جدا، هو عبارة عن الموز المكرمل، الموز المكرمل مع الايس كريم. عندنا كيلو من الموز، صباعين ثلاثة حسب الموجودين يعني. عندنا كمان نص كوباية زبدة ونص كوباية سكر بني ومعلقة من عصير الليمون، وكمان نص كوباية كريمة، وهنقدمه مع ايس كريم. هقول تاني مقادير بتاعت الموز. عندنا هنا مقادير الموز، كيلو موز، عندنا كمان نص كوباية زبدة، نص كوباية سكر بني، ومعلقة من عصير الليمون، ونص كوباية كريمة، وهنقدمه مع الايس كريم الفانيليا ان شاء الله دلوقتي. واحنا مع بعض كده هتشوفوا الحاجة بتاعتنا شكلها ايه. اول حاجة الموز قدامنا اهو، هنجيب سكينة عشان نقشره، وده الزبدة، هناخد الزبدة ونروح نحطها على النار اهو، وهنحط عليها السكر البني. يبقى احنا حطينا نص كوباية سكر بني مع نص كوباية من الزبدة، وهنسيبه يكرمل شوية. يعني ايه كرمل؟ يعني يبدأ المادة السايلة او المادة اللي هي زي اللبن الموجودة في الزبدة تتبخر، ويبدأ السكر بتاعنا يعمل كراميل شوية. أول ما هيعمل كراميل هنجيب الموز هنقطعه كده بعد ما نقشره بالشكل ده نصين اهو، ادي واحدة نصين الحتة دي خلاص، وبعدين التانية نصين بالعرض او سوري بالطول، نصين بالطول، وبعدين ناخد التالتة اهو، وناخد الرابعة، لو في حتة مستوية نشيلها ما فيش مشكلة، لان احنا طبعا ما نعرف اهو، وكمان اخر واحدة دي هناخدها. وخدنا كمية الموز كلها اهي، هنفردها كده من ناحية اهو، لان اول ما هيعمل معايا السكر كراميل هننزل اهو، هنروح نشوفه. شايفين عمل لسه فاضل له كمان ثواني معدوده ويديني اللون الكراميل اللي انا عايزه اهو اهو. اول ما هيوصل للدرجه دي هناخد الموز، مش مهم يتكسر ما فيش مشكله، ما تقلقوش يعني اهو، لو كان سليم يبقى جميل، ما كانش سليم ممكن كده ايه نقدمه انصاص زي ما احنا شايفين، لان احنا لسه هنقلبه فممكن يتكسر اكتر من كده معانا اهو. بعد ما هنخلي الكراميل ياخد لونه مع الموز وهنقلبه، هنديله الكريمه عشان يبقى الصوص بتاعنا صوص كراميل اهو. انت ما بصيتش في المقادير بقى، اخبار الفراخ ايه؟ شوفها خلاص انتم مركزين معانا، احنا حطينا هنا نص كوبايه زبده ونص كوبايه سكر بني، وبعد كده اول ما عمل كراميل معايا نزلت عليه بالموز زي ما انتم شايفين اهو، وهناخده عشان خاطر كده اهو. شايفين اما واحده اتقلبت لوحدها عملت معانا ازاي اهو زي ما انتم شايفين، يعني اما نقلبها كده هتلاقوا السكر ماسك فيها الكراميل اهو، وبدات تستوي معانا اهو زي ما قلت لكم. ما تخافوش لو اتكسرت معاكم، ما تقلقوش يعني اهو. بعد ما عملنا كده قلبناه كله
هناخد الكراميل نحط الكريمة وعصير الليمون. عصير الليمون الأول، لا عشان يديني المزازة اللي تعمل كونتراست، يعني تعمل طعم مختلف، لأن في سكر وفي الموز وهيبقى في آيس كريم، فلازم في حاجة تكسر الموضوع ده اللي هي المزازة الموجودة جوه الليمون ده. مين معانا؟ يا مدام أمل. ألو، مساء الخير يا شيخ يسري. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الله، أنا بخير والله، طول ما أنتم بخير الحمد لله. نورت قناة الحياة يا شيخ يسري. يا رب يخليك، يا منورة بيكم ومنورة بالناس اللي فيها. الله يخليك، تسلم إيدك على كل اللي بتعمله لنا يا شيخ يسري. يا رب يخليك، أشكرك أشكرك. بقول لك يا شيخ يسري، البطاطس دي مسلوقة؟ لا نية، بس حطيناها في الفرن. ما أنا عارفة، يعني هي مش مسلوقة يعني. لا 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 لا، هي مشوية مشوية. مشوية يعني. طب بالنسبة للفرن اللي هو عنده، يعني الفرن ما عنديش أنا فرن فوق وتحت، تحت بس. ما فيش مشكلة، هو بقول لحضرتك بيدي نار لفوق، يعني هو في الشواية لوحدها وتحت لوحده وفوق لوحده يعني. طب ما هو احنا بنتكلم، احنا لو عايزة تسويه سويه شوية وبعد كده حطيه تحت الشواية. لا الفراخ يعني اسويها الأول وبعدين بعد كده احطها تحت الشواية؟ انا لو الفراخ تحت الشواية على طول وكل شوية بنقلبها. طب وهتستوي لو اكيد وهتشوفيها دلوقتي، هقطعها لك وهتشوفيها دلوقتي. ما انت فرن حضرتك تحت وفوق، انا فوق بس. لا انا مشغلها على الشوايه والله بس اهي، يعني لو ركزنا هنا هنلاقي المؤشر جاي على شوايه بس. يعني تستوي يا شيف يسرى على الشوايه ان شاء الله. طب معلش سؤال اخير بقى بعد اذنك. اتفضلي. هو الشيف محمد فين اللي كان مع الشيف يسرى؟ لان كذا مره اسال الشيف، مع يعني الشيف حسن ما بعرفش اكلمه خالص، اساله على الشيف محمد. يعني محمد مين يا فندم؟ محمد حامد قصدي حضرتك؟ محمد حامد موجود شغال في قناه تانية ان شاء الله، ربنا يوفقه يا رب. يعني هو لسه ما اشتغلش فيها مش كده ولا اشتغل؟ لا شغال يا فندم في قناه تانية، ربنا يوفقه. اشكرك على اتصالك. احنا هنا بنحط الموز، هننشل بقى الموز بالراحه كده، نحطه في طبق التقديم اهو. يا مدام منى. شيخ يسري، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه اعرف الطريقه اللي حضرتك عملتها للفراخ اللي هي التتبيله. حاضر. والستيك من غير، والستيك من عايزاه لوحده، الستيك اللحمه من غير اللي هو اللهم صل على النبي اللي انت بتحط له ده اللي هو من غير الصوصات يعني؟ انا عايزه اللحمه لوحدها يعني الستيك لوحدي. حاضر حاضر. لا بالصوص. طب انا هقول لحضرتك الستيك لان جالنا سؤال عليه وهقوله دلوقتي وانا شغال عشان ما انساهوش. ده احنا بننشل الموز كده زي ما انتم شايفين اهو في طبق التقديم، وده بيتقدم سخن، بيتقدم سخن. طبعا هتستغربوا سخن في الصيف ده؟ لا احنا بنحط عليه ايس كريم، فهتشوفوا بقى الايس كريم لما بينزل مع الموز وهو سخن ويتقلب مع بعضه بيبقى طعمه ايه ان شاء الله. بس رجاء اتمنى ان انتم تدعوا لي لما تجربوه. هناخد كده بس الموز ننشله عشان لسه هنحط الصوص ده يتقل شويه، انا عايزه يركز شويه. بعد ما غرفنا كده جربوا الطبق ده، بيتقدم بالشيء الفلاني بس مش في مصر طبعا. هنا الايس كريم بتاعنا عندنا، انا جايب عامل بولتين كبار اهو، ممكن ناخد واحده او الاثنين مفيش مشكله، بس نساوي هنا. انا هحط لكم هو سخن، عارفين ليه؟ عشان تشوفوا الايس كريم هو بيسيح فوق اهو. ما تقلقش يا اسامه، ما تقلقش ما تقلقش. لا انت، انا عارف ان انت قلقان ليه. وادي بولل ثانيه ايس كريم فانيليا، وفي الاخر خالص على بال ما ياثر الصوص ده كده ويتكاثف شويه هنحطه فوق الايس كريم ونقدمه بالهنا والشفا مع رشه صغيره من القرفه عشان تكسر لون الايس كريم. يا مدام منال. ازيك يا شيف يسري؟ اهلا بحضرتك. يسلم ايديك على كل حاجه بتعمليها. ربنا يخليكوا يا رب. شيف يسري كنت عايزه استفسر، خلي البلسامك هو هو خل العنب ولا في فرق؟ لا طبعا لا 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 خالص. ما فيش فرق. ده طعم ونكهه وده طعم ونكهه. طب خليكي معايا على التليفون. هو خل البلسامك طعم ونكهه مختلفه عن خل العنب الابيض، عن خل العنب الاحمر، عن خل التفاح، عن خل الرز، عن خل الابيض العادي، عن الخل الاحمر العادي. كل واحد له مذاق ونكهه، كل واحد في الخل له. خل البلسامك بس استخدامه في ايه يا فندم؟ خل البلسامك بيستخدم في حاجات كتير جدا، يعني مثلا سلطه، السلطات بنستخدم فيها خل بلسامك كتير قوي. اوكي. معظم السلطات عندنا كمان بيتحط مع انواع من الستيك عشان خاطر
في بره بيحطوا دايما، بتسمعوا كده في البرامج الأجنبية يقول لك عصير العنب. عصير العنب هو مش عصير عنب، هو عبارة عن أنواع من الخمور بتبقى بالعنب الأبيض أو بالعنب الأحمر، فهم بيحطوها بيضيفوها لأكلهم هناك. إحنا ممكن نستعيد عنها بالخل البلسمك، هيدينا نفس الطعم. بشكر حضرتك على اتصالك، وأنا أتمنى أن أنا أكون وفيت حضرتك وجاوبتك. طلع يا أحمد بقى، تعالوا مع بعض نشوف كمان الفراخ أخبارها إيه، بس عايز أجاوب سريعا على الستيك وبعد كده حاولت بقى هات لي الطبق الغرب. أول الصوص ما هيتكاثف معانا الستيك، أنا بجيبه من قطع الفيليه، ده أحلى ستيك. بعد كده بتبله ملح وفلفل فقط، ملح وفلفل فقط. أما عاوز أعمله بأي صوص، لو افترضنا إن عايزينه بالمشروم الفريش، هنجيب ربع كيلو من المشروم نشوحه في حتة زبدة عليه عصير ليمون وشوية ملح صغيرين عشان ما يسودش، واركنه على جنب. وبعد كده أنا حطيت زيت وزبدة في الطاسة بتاعتي وشوحت الستيك من الناحيتين. الستيك لما بيجي يستوي، عشان هو من لحم الفيليه مش محتاج تسوية كتير، بعد كده باخده أضيف في نفس الطاسة بصلاية وجزراية وعود كرفس وممكن عود كرات، أشوحه، أحط له معلقة زبدة ومعلقة دقيق وأدي له شوية مرق لحمة، أغليه مع بعض وأخد الصوص اللي طلع ده أصفيه، أحطه على النار، أحط معاه نص كوباية كريمة والمشروم وأصبه فوق الستيك، وبالهنا والشفا. شايفين الصوص خلاص كده تقل أهو معانا؟ أهو هناخد مع بعض الصوص ده ونحطه فوق الآيس كريم كده. يا مدام رفاهية، ألو. ألو مدام رفاهية، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا شيف يسري، اتفضلي يا فندم. منور قناة الحياة كلها. والله أنتوا اللي منورينا بجد بجد، يعني طول ما مصر فيها ناس وفية زيك كده ومخلصة زي حضرتك، تملي إن شاء الله مصر هتنتصر بإذن الله. يا رب يخليكي، ربنا يكرمك. نمرة اتنين، أنت يعني فعلا أقدر واحد وأحسن شيف شفته على الشاشات القنوات كلها، بغض النظر كلهم طبعا كويسين، بس حضرتك أولا راقي الأخلاق، راقي الـ 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 الأكل، يعني كفاية ابتسامتك الحلوة دي وكلامك الحلو لمصر، وربنا يخليك لينا. مش لاقي انا بصراحه، يعني انا مش طالبه باي حاجه لان انا شاطره جدا في المطبخ. يا رب يخليك. بس بطلب منك فعلا ان انت بعد كل يعني بعد كل برنامج تدعي مصر واحنا نامن عليك ان شاء الله. يا رب يا عسى رب ان يكون فينا حد ربنا مستجاب لدعوته. يا رب. وانا سعيده جدا، اللي كان نفسي من زمان جدا اسمع حسك واشوفك على الشاشه على طول يا شيخ يسري، في تألق دائم نامن، وانت يعني صراحه في قلبنا زي مصر في قلبنا. يا رب يخليك، ده انت بتديني شرف انا ما استاهلوش. و هناخد فاصل، هنستأذنكم في فاصل سريع لأن أنا مش قادر أكمل معاكم غير بعد الفاصل، خليكم معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل ده شكل الفراخ، انا ممكن عايز نفسي اقطع لكم منها حته عشان خاطر المدام اللي اتصلت وقالت هل هي هتستوي، هيستوت قدامنا بالشكل ده وطعمها اكيد، عشان انا ما اكلتش منها دلوقتي عشان ما بوظش شكلها، اكيد طعمها رائع. اما اللون اللي هو البراون جامد ده، فهو عشان الصويا صوص الموجوده فيها. وادي الايس كريم بدا يسيح مع الموز، ارجوكم جربوا الوصفه دي لانها سهله جدا وموجوده عندنا في البيت، هنعملها ان شاء الله. مين معانا يا مدام عزه؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيف يسري اهلا، انا اول مره اتصل ببرنامج. وانا يسعدني ويشرفني. لو قلنا الرقي شيف يسري كده انا مش لو قلنا الطيبه الاخلاق يعني التواضع، احط تحتيها 100 خط، تواضع تواضع شيف يسري، ومش هنسى والشربيني وسلامي للشربيني شيف يسري تلفزيون الفضائيات، يسري والشربيني وعلاء تسلموا على تواضعكم والرقي اللي عندكم. ربنا يخليك، وربنا يخليك لينا ولولادك. يا ربنا يكرمك يا رب. والله يعني احيانا الواحد ما بيلاقيش كلام يوفقه حقكم، والله يعني احيانا كمان ما بلاقيش لفظ يليق باللي انا اوجهه لكم، يعني لان احنا مهما كلنا ومهما بلغنا ومهما عملنا فلن نكون غير بيكم. اوعوا تتخيلوا ان احنا مهما وصلنا لشهره
او مجد او مال او حاجات كتير جدا، قد ايه قد ايه كلامكم ده هو اللي بيدينا دفعه ان احنا نتوجه لقدام دايما. ربنا يخليكم وما يحرمناش منكم. كل المشاهدين بتوعنا يا رب يخليهم لنا، وانا طبعا والله ما الاقي كلام اقوله، ولو فيكم حقكم مهما عملت فهو مجرد عن حاجه بسيطه جدا بقدمها لكم نظير الكتير اللي انتم بتدهولي. يعني انا باخد منكم 100% وبديكم 5% 7%، فيا رب اقدر اوصل لاكتر من كده. يا مدام انجي، الو 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 شيف يسري، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، عامل ايه؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. تسلم ايدك واحييك على البساطه بتاعتك وشياكتك في التعامل وفي التقديم وفي كل حاجه بتدعم. يا رب يخليكي، ربنا يكرمك. اتفضلي سامعك. كنت عايزه اسال حضرتك على الخضار السوتيه، باكله في المطاعم دايما بيجي لونه اخضر قوي، مش بيطلع معايا ابدا كده. هخليكي تعمليه النهارده اخضر. حاضر. حاجه تانية؟ كنت عايزه اسال كمان على كريمه الطبخ. ينفع ان احنا نستغنى عنها بالقشطه ولبن رايب؟ لا، مش في كل الاكلات. ما ينفع مش في كل الاكلات، يعني في اكلات زي مثلا الاكل الروسي اللي هي بيف استراجانوف ممكن نحط لبن رايب، ممكن نحط قشطه ما فيش مشكله، لكن في حاجات زي مثلا الفيليه لازم تبقى كريمه عشان الصوص بيبقى شويه مختلف. فبشكر حضرتك، هجاوبك ان شاء الله على الخضار السوتيه تعمليه ازاي، بس عايز اجاوب على الروس بتاعه الصبيط. روس الصبيط بناخدها ونراعي ان احنا لازم نغسلها كويس. عارفين العين؟ لا، افتح العين بتاعتها كده بالسكينه واضغط عليها هتطلع ماده سمراء. الماده السمراء دي لو سيبناها هتخلي لون الوصفه عندنا او الاكله اللي هنعملها سمراء، فعشان كده لازم اضغط عليها تحت الحنفيه لغايه ما تبيض خالص، ما يبقاش فيها اي ماده سايله سمراء طالعه من رؤوس الصبيط. بعد كده بضغط عند البق بطلع حته ناشفه، الحته الناشفه دي عامله زي العظمه بتاعه السمكه، بطلعها بره. وبعد كده اقطع الصبيط واسويه زي ما انا عايز، ممكن اعمله فرايد، ممكن اعمله طاجن، زي ما انتوا تحبوا. ده روس الصبيط. يا مؤمن، اهلا بيك يا حبيبي، اتفضل. ايوه سامعك يا حبيبي، اتفضل. انا عايز اعرف طريقه الهمبرجر. البرجر حاضر من عينيا يا مؤمن، هقول لك عليه. حاجه تانية مؤمن؟ بشكرك على اتصالك، هجاوبك على البرجر. وتعالوا معانا نشوف الفراخ المقرمشه. فراخ المقرمشه هي عباره عن فرخه بقطعها من 8 ل 12 قطعه، واجيب سكينه اعمل فيها فتحات عشان توصل التتبيله للعظم. بعد كده باخدها احطها في ميه بصل وعصير ليمون وخل وسماء وزعتر وبهارات فراخ وشويه من الملح والفلفل والثوم المطحون، كل ده بعمله مارينيتد واغطيه بالبلاستيك وادخله الثلاجه يوم كامل. اطلعه من الثلاجه يكون عندي دقيق فيه بيكنج باودر وفيه شطه وفيه توم باودر وفيه بصل باودر وشويه بهارات فراخ، اغطس في الفراخ في الدقيق واحط في ميه، وبعدين اغطس تاني في الدقيق واحط في الزيت. لما انا بحط في الزيت اول الفراخ ما تاخد اللون الاصفر اوطي النار واسيبها 15 دقيقه في الزيت، تطلع معايا فراخ فراخ مقرمشه. الصوص كان جالنا سؤال في الفاصل من ام سلمى، بنبعت لها تحياتنا ونشكرها على اتصالها. عن تتبيلة الفراخ، نص كوباية من الصويا صوص، ويا ريت المقادير تنزل يا أستاذ أسامة الله يكرمك. نص كوباية من الصويا صوص وتلات معالق خل ومعلقتين زعتر ومعلقتين روزماري ومعلقتين جنزبيل أخضر مفروم وخمس فصوص ثوم ومعلقة سكر وتلات معالق زيت ومعلقة بهارات فراخ ومعلقتين عصير ليمون، بضرب كل ده في الخلاط وأحط فيه الفرخة لمدة نص ساعة جوه التلاجة، وبعد كده أطلعها أشويها. حد معانا؟ طيب. مش عارف، يعني عايز اقول لكم بس انا عايزك يا اسامه الله يخليك نزل مقادير الفراخ كده عشان ام سلمى الله يكرمك تكتبها. هناخد معانا ايه تاني؟ كان جالنا سؤال على الفراخ اهي، دجاجه مخليه
ونص كوبايه صويا صوص وثلاث معالق خل زي ما قلنا، ومعلقتين زعتر، ومعلقتين روزماري، ومعلقتين من الجنزبيل الاخضر المفروم، وخمس فصوص ثوم، ومعلقه سكر، وبعدين عندنا ثلاث معالق زيت، ومعلقه بهارات دجاج، ومعلقتين عصير ليمون. كل ده بضربه في الخلاط لغايه ما يعمل مارينيتد، بحط فيه الفراخ لمده ساعه، وبعد كده شويه تحت الشوايه تطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تعالوا مع بعض بقى نشوف اجابه السؤال بتاع الخضار السوتيه. انا بجيب حله او كزرونه كبيره فيها ميه، احطها احط فيها شويه ملح لغايه ما تبدا تغلي، ما احطش فيها حاجه خالص. وبعد كده بجيب الجزر اقطعه بالتقطيعه اللي انا عايزها، واحط الجزر في الميه اللي بتغلي 3 4 5 دقائق، واطلعه احطه في ميه فيها تلج لغايه ما يبرد. وبعد كده اما يبرد خالص ما استعجلش، لو انا حطيت الخضار بتاعي في الميه اللي بتلج وهوب طلعته على طول، هو لسه من جواه سخن فهيسود لونه. بعد كده بحط الكوسه، بحط الفاصوليا، بحط البروكلي لغايه ما يبداوا يخشوا في السوا، باخدهم احطهم في ميه بتلج. بيحصل لهم عمليه اسمها التبريد المفاجئ او التشوك. التبريد المفاجئ ده ان انا اخده من ميه بتغلي احطه في ميه بتلج، يفضل محافظ على لونه سواء كان في السبانخ او في الخضروات او في الريحان او في اي حاجه خضراء، تفضل محافظه على لونها. طبعا وقتنا انتهى، وانا طبعا مش عايز اقول لكم السعاده اللي انا فيها من كلامكم الجميل. ربنا يدينا الصحه كده ونقدر نوفيكم حقكم علينا. زي ما بقول كل يوم كل يوم، وهفضل اكرر، لن نتقدم غير بالحب. يا ريت نحب بعض، يا ريت نبطل نقطع في بعض، يا ريت نبطل نزعل بعض عشان اختلاف الاراء في السياسه. سلام عليكم.